Length of each voice. يس. أول حاجة Divided. Divided. أيوه decided to cut into، يعني عايز يقسمه يقطعه، تمام زي ما أنت قلت كده بالظبط، cut هتبقى into ستيك. 16 pieces. برافو عليك. Okay. ايوه divide 16. تمام، تيجي نعمل long division. يلا بالمرة، يلا عارف الجنب كده اهو، يلا زيرو بوينت، أول حاجة تبقى زيرو بوينت، تمام. 6 divide 16 it doesn't work. تمام، سكس و 67 صح. فانا نعمل التيبل، يعني متهيألي نعمل التيبل احسن صح، ولا نجيبها بالتقريب؟ نعملها كده 7. نعمل تايمز 7. تعالى نعمل تايمز 7، 16 تايمز 7 ايه 42 6 7 42 2 2 and 4 up، يبقى 11 112. يبقى ننزل تحت شوية، أقل من 7، من 7 شوية. يبقى 6. ما انت هتقل في 16 صح، احنا طلع لنا 112 112، بنجرب الفايف مثلا. تمام. ها 5 times 6 30 0 0 and 3. 5 plus 3 8 80. يس 80، قربنا شوية. نجرب الفور. 4 times 6 28. 24 64 24 64 24 تمام. ماشي. يعني 4 حتى 4 وطلع up to 4 plus 2 is ايوه 64، هي دي 4 ايوه و minus 64 equals 7 minus 4 is 3.0. مفيش بوينت بقى، بوينت حطيناها من فوق ماشي، خلاص، تبقى هنزل فري. الـ3. اوكي نجرب تايمز 2. هي تايمز 2، هي تايمز 2 هتطلع 32. يبقى 0.42. تمام 42 ايوه. بـ طيب ايه لين what is the length؟ لين لين اللينث بيتقاس بايه؟ ال unit of length. بص كده فوق، هو قايس اللينث اهو، متر. ميتر. ايوه متر. تمام، لو هو قايس بسنتيمتر، لو هو قايل لك سنتيمتر هنحط هنا سنتيمتر، مليمتر هنحط مليمتر، ده كده ال unit بتاعت اللينث. ماشي تمام. اوكي يلا. سنتي سنتي ترين 5.24 liter of juice weekly. If the cost of 1 liter of juice is 16.22 LA, find what Sandy buys. pays، what Sandy pays، يعني دفعت كام. انت فهمت ايه منها يا كريم؟ إن هي بتشرب في الأسبوع 5.24، yes في اللتر الواحد mm-hmm. ب 16.2 تمام فلوس. كام بقى هي دفعت؟ ايوه. بص كده
كلمة ويكلي دي بتعرفنا ان هو حاجة متكررة. حاجة ايه؟ متكرر. حاجة متكررة. يبقى انا يا هروح للتايمز يا هروح للديفايد، بس انا دلوقتي ما عنديش توتال، يعني ما هو عايز التوتال، هو عايز هي دفعت كام. تمام؟ فانا تمام. دلوقتي عندي حاجة وبتتكرر كل اسبوع، حاجة وبتتكرر كل اسبوع، والحاجة دي المرة الواحدة فيها ب 16.2. تمام؟ تمام. يبقى انا يعني الشكل كده التفكير بقى رايح لمين، التايمز ولا الديفايد؟ طيب. التايمز. صح، برافو عليك. هنعمل تايمز للكوست اوف 1 ليتر تايمز الليترز اللي هي بتشربها، عشان ندفع هي بتدفع، عشان نعرف هي بتدفع كام كتوتال. تمام. تمام، يبقى ستين. هنكتب ساندي بايز الأول، هنكتب ساندي بايز equals 5.24 times 16.2. تمام، اللي هيطلع بقى هيطلع لنا اليونت بتاعته ايه؟ اللي هيطلع لنا اليونت بتاعته ال اي او بيز. برافو. اللي برافو. يلا اللي بعدها. انا was 10 years old. استنى يا كريم، استنى يا كريم، معلش معلش معلش، اللي فاتت دي فيها تريكي شوية. تعالى نعمل المالتيبليكيشن بتاعها كده، اكتب كده يا كريم المالتيبلاي بتاعها. Four times two. ثانية واحدة كريم، أولا إحنا بنعمل تايمز صح؟ الصغير فوق والكبير تحت. لا مش شرط، مفيش ديسيمال، إحنا بنشيل كانسل ديسيمال بوينت واعمل تايمز للأرقام بس، مش فارقة، مش فارقة الكبير من الصغير في التايمز، الديفايد والسبتراكت هو اللي فارق، لكن تمام. مفيش ألاين للديسيمال، مفيش ألاين، ما بتحطش الديسيمالز فوق بعض. إحنا بنقول 524 times 162 تمام. صح؟ ملناش دعوة بالديسمال خالص، الديسمال هنحطها في الآخر. اوكي. طيب تعالى بقى كده يلا نجرب واحدة تو واحدة تايمز كده. فور ايت. تمام تو تايمز تو فور. تمام تو تايمز فايف. 2 times 5 10. تمام تمام 6 يلا. times 6 times 4. ثلاث حاجات هنعملهم قبل ما ننقل للرقم التاني يا كريم، put zero put plus cancel carry. لو عندك carry over مثلا هنا 1 أو حاجة هنكنسله. يبقى ثلاث حاجات قبل ما ننقل على الرقم اللي جنبه على التنس بعملهم، put zero put plus cancel carry. ماشي، تمام. ما كنتش هتحط الزيرو، ويعني بص ده احنا خدنا سيشن كاملة يا كريم عليه، حرام عليك يا كريم. يلا 6 times 4 24 4 3 up to تمام 4 3 up to 6 times 2 12 12 plus 2 14 4 3 up 1 تمام 6 times 5 30 تمام 31. 31. اوكي، هنحط وبعدين 2 0. ايوه يا سلام يا سلام، يعني انت مره ما تنساش تنسى الزيرو خالص، ومره تعرف التريك اللي فيها. ماشي
وانا هحط ابدا الرقم من فوق. اه انزل الرقم زي ما هو. تمام، برافو عليك، هي دي الفكرة اللي فيها. بقيت 8 8، تمام، 4 8. البوينت بعد فوق. Yes, بعد 4 after 4 digits. اه 1 2 3 4 لا مش هنا. after 3 اه بعد 4 هما ايوه 3 digits 3 بعد places. فوق. اوكي، هيبقى رقم غريب عجيب بس ماشي. اوكي تمام. تمام. اوكي أنا was 10 years old. His sister Yara was 11 years half age. Half your was year age. half her age. How old will Yara be when Hannah is 12 years old? يعني هي عندها 5 سنين يارا لما هي Yes. كانت في عمر. Okay. لما هي بقت زيت سنتين هتبقى عندها 7 سنين. No. ستة. يارا، يس، بس هنا equals 10 years old. تمام، تمام. هنا 10 ويارا half of هنا، half of هنا ماشي، يعني عمرها نص هنا. تمام، تمام. if هنا is 12 years old، لو هنا 12 يبقى يارا كام؟ سفن. No, half times 12. ايوه نص حتى لو احنا 12، نص 12. مثلا هي زادت سنتين. ها لا، احنا ما بنقولش بقى بالزيادة كام، احنا ما بنقولش الزيادة كام، احنا بنقول ان هي على طول نص عمرها. Half اهو، half her age. half her age يعني 1 over 2 هنا، يبقى 1 over 2 times 12. يعني هي لما يكون عندها 14 يكون عندها 7. no 6، لما 12 يكون over عندها 2. 14. 12 over 2 لما يكون عندها 14 هي تكون اه عندها لما 7. هنا تكون عندها 14، اه يارا تكون عندها 7، صح. تمام، ليه؟ هو مديك العلاقة اهي بينهم half her age. half her age يعني نص العمر. تمام؟ تمام. اوكي. Retail bought 4 books for 20 pounds each and bound boat six bought pen. 6 bins for 65 pounds. If she had 300 pounds, how much money are left? Write the question. هنا بقى في مشكلة كبيرة. الأرقام. تعرف، طب احنا عايزين نطلع هي كان معاها كام اصلا. كان ايه؟ معاها كام؟ ما هو هي قايل لك اهو if she had 300 pounds، هي اصلا معاها 300 تمام. واشتريت حاجات منها، واللفت كام؟ هي اشترت 4 كتب ب20 جنيه. ايه بقى اللي تمام. ب 20؟ هو ايه اللي ب 20 pounds؟ الكتاب. ايوه، شايف كلمة each دي؟ هتقلب الموازين كلها. ال one book with 20 ماشي. pounds. one book each يعني each book. 4 times 20. 4 تمام، times. ده كده ايه؟ البوكس 4 times 20. اوكي، and bought And 6 bought pens. 465 pounds. اه ال 65 ده ايه بقى؟ ده المجموع. ايوه، توتال كوست بتاع البنز. برافو عليك، توتال كوست بتاع البنز، عشان مش قايل لي بعديه ايتش. تمام، تمام. يبقى هي اشترت البوكس ب 4 تايمز 20 بلس، اشترت كمان equal 8. 65. هو عايز الايكويجن يا كريم، ها خلي بالك، تمام. عايز الايكويجن، يعني عايز نكتب كل ده كده في سنتنس واحدة. تمام، طيب هي كده ايه فعلا دي اشتريته، صح؟ 80.
دي هتبقى 80 بلس 65. احنا دلوقتي مش هنحل الأرقام، احنا عايزين نكتب equation. يعني ايه نكتب equation؟ يعني هنشوف اللي هي اشتريته ونشيله من ال 300. 145 تمام، بس احنا عايزين نكتب الإيكويشن الأول يا سيدي. هنكتب الإيكويشن الأول. أنا يعني ايه طلعت. نكتب؟ هنكتب الإيكويشن الأول بعد كده نحلها. تمام، ماشي، يبقى هي اشترت اللي جوه البراكتس دول كلهم، هي اشترتهم. وبعدين عشان أعرف اللفت بقى اللي معاها هعمل ايه؟ نعمل لهم بلس، بلس بعدين ايه؟ نعمل لهم ماينس. ايوه، البراكت نعمل لهم بلس، بعدين نعمل لهم ماينس 300. ماينس 300. اكتب 300 يمين ولا شمال؟ 300 يعني مين from مين؟ مين subtract مين from مين؟ شمال. ايوه، يبقى subtract the result from 300، صح؟ يبقى retail the left with retail، left with retail هنقول مثلا ان هو x مثلا. ماشي، اللفت اللي مطلوب ده x equals 300 minus كل اللي هي اشترته. 145 تمام، ماينا 145 يبقى 300 minus 145 equals 155 pounds. تمام، يبقى لما يقول لك write the equation يا كريم، لما يقول لك write the equation، مش بنعمل بقى multi steps، بقى مش بنعمل steps كتيرة، لا احنا بنعمل كل ال steps في ايه؟ في expression واحد. تمام. تمام، زي ما شرحتها انت كده بالظبط. البوكس بكام؟ البنز بكام؟ وبعدين نشيلهم من ايه؟ من الاساسي اللي معاه. يبقى ده اول طلب منه، ان هو الايكويجن، وتاني طلب ان احنا نشوف اللفت كام، يعني نحسبه. بس كده، شاطر يا كريم. يلا اللي تحت عمر دي هاد 5000 باوند. اعملها لوحدك دي بقى. تمام. If he bought 6 toys, 23 pounds each. نطلعه لك فوق شوية. And they bought a mobile for 3,200 pounds. How much money are left with Omar? Write the equation. عمر معاه 5000 جنيه. تمام. هو اشترى 6 ألعاب، الواحدة ب23 جنيه، ايه واشترى موبايل ب3200. تمام، دلوقتي هو معاه كام؟ ايوه. انت لو هتحلها واكتب المسألة. في ستيبس، لو هتحلها في خطوات، هتعمل ايه الاول؟ 6 times 23 يلا امسك نعملهم القلم. بالتاكسي. برافو. بعد كده هو اشترى 3200 موبايل. هنا ده يطلع لها ناتج، مش قادر احسب دلوقتي. 3200 يجي ايه؟ subtract. لا and vote، and vote دي من الحاجات اللي اشتريها. احنا لو هنعمل step by step هنعمل ايه؟ هنعمل الخطوة 6 دي times 23، واللي هيطلع لنا هنعمل له ايه؟ minus 500. ماشي، ده كل اللي هيطلع لنا في الاخر minus 500. لكن 3200 دي هو اشترى بيها، صح؟
يعني هنضيفها للمشتريات، تمام. صح؟ اه اه، هو اشترى ب 6 times 23، واشترى اه كمان 3000، عملتها مرة. اه اشترى انا كمان ب 3200. اه وبعدين اللفت بقى اللي معاه هيبقى ايه؟ هيبقى ازاي؟ انا حطوه ناحية الليفت. اوكي يلا اعملها. ماينس نحط ده في البراكت. ايوه، نحط كل اللي اشتراه في براكت كبير. تمام تمام يا كريم، تمام، برافو عليك. خلي بالك بس ان البراكتس لازم يتعمل كده، ما بتعملش اللي انت عامله ده، عشان اللي انت عامله ده بتاع set of numbers، يعني بحط جواه numbers، ده حاجة تانية. ماشي، تمام. اوكي، برافو كريم، برافو برافو. يلا find the product، سهلة قوي البرودكت ده بالنسبة لك ننزل يعني. اه نعمل تايم سكيب. خلاص احنا لسه عاملين برودكت فوق اصلا، فخلينا ناخد فكرة تانية. تمام. find the result of ده ال ordering of operation. ايه. عندنا اول حاجة divided 0.1، هنخليها times تمام 100 ان ماينس. اول حاجة هنبدأها 111.04 لا، times 0.1. أول رقم أهو تمام، احنا هنبدأ عشان نبدأ بيه. هنكتب تمام احنا هنا كريم، هننقل كله ونعمل بس الايه، الديفايد الأول، هننقل كله ونحط مكان الديفايد ده الانسر بتاعه. تمام الانسر هتبقى ايه؟ الانسر التوني. فاني، very good. بلس نكمل باقي الاكسبريشن. تمام، دي كده أول خطوة. كل خطوة هنعملها، كل اوبريشن هنعمله في خطوة. تمام، بعد كده تمام. الخطوة التانية هنعمل ايه؟ الخطوة التانية هنعمل تايمز. تايمز. تمام، يبقى ال 11 and 400 دي تايمز 20. هنكتب الاكسبريشن كله تاني ونحط بس ايه، البرودكت بتاعهم. يلا نعمل برودكت، نعمله على جنب كده. انت نمت يا كريم؟ لا طيب 11 and 400 دي تايمز 20، انت ملاحظ حاجة؟ ملاحظ الزيرو ده؟ اه الزيرو ده ممكن اعمله ايه؟ اوت، احطه اوت واعمل ال 2 تايمز ده، مش كده؟ اه يا ريم ناي ما برتاحش القاضي، ما برتاح لهاش. ها، اجيبها لك ايه برضه هنا كده تايمز 20، اقدر اعمل الزيرو اوت وبعدين اعمل 2 تايمز كل ده، صح؟ طب الزيرو هيعمل اوت مع مين؟ مش احنا لما هن مش احنا لما نيجي نعملها هنا، تعالى نعملها درافت وافهمك، تعالى نعملها درافت عادي اهي، تبقى 1104 تايمز 20، صح؟ اه تمام، زيرو 0 تايمز كل ده زي 0 بلس تو بلس تايم وبوت 0 بلس وبوت 0 بلس اند بوت 0. اه اوكي 2 تايمز انا 4، كنت هقول تايم تو تايمز فور ايتي مش ايت يا تايمز سلام يا سلام، ده جت منين دي؟ تو اوكي زيرو زيرو تو 2 2. تمام، خلاص تبقى تو احنا هندرد لما تو بنعمل، مش وان. احنا لما بنعمل اي رقم يا كريم تايمز 30 مثلا، بنقول الزيرو اوت وبعد كده 3 تايمز الرقم. اه طيب هو ده اللي انا عملته هنا، انت مستغرب ليه؟ كان ممكن نعملها وهم نايمين جنب بعض هنا كده، ما بنعملش درافت.
ناخد الزيرو بره، نسحب الزيرو بره، بعد كده 2 تايمز الرقم ده. اسمها اوكي ماشي في المكان تحت ده. تمام، يبقى 220.8. تمام. تمام، ونكمل باقي الاكسبريشن ماينس بعدين. الأول بعد كده بلس. ماينس الأول بعد كده بلس. تمام يلا، هتطلع ايه؟ الناتج اللي هيطلع لنا ده هنعمله بلس. مش هتكمل يعني ولا مش هنكمل؟ يلا 3 ماي ايه يعني تمام 3 ماينس 0 يس 3 تمام. 5 ماينس 8 ما ينفعش. انا استفدت من 3 9 9 15. تمام 15 ماينس 8 5 6 7 تمام 9 ماينس 0 9 9 ماينس 2 احط الديسيمال بعد اذنك، الديسيمال لو سمحت، عدينا على الديسيمال اللي ما حطيناهوش. تمام يلا زي 9 ماينس 9 بعد كده ايه ايه 7 تمام بعد كده 2 خلاص ماينس 2 0 plus 13.07. تمام تمام 3 عادي بقى، بلس تمام 10 8 plus 0 8 point 12 2 and carry 1 9. تمام تمام شوف، ده يعني موضوع كبير، موضوع كبير قوي. اوكي هنا بقى بص يا كريم، لو ملاحظ مديني نمبر وقالي expanded form مرتين. سهل سهل ايه ال expanded form المرتين بقى؟ 90 بلس 6 بلس 0.1 بلس 0.02 بلس 0.003 تمام very good. طب والتانية؟ الثانية هو أنا سألت 96 بلس 0.123 لا دي مش expanded، دي decompose كده يعني عادي اللي decompose، تحت اللي تحت دي واللي تحت برضه هنعملها بطريقة مختلفة. ال لا expanded form هنا، ال expanded دي form اللي قلت هنا، عليها دي كومبوز ايوه ما انا فاهمه، ما انا هقول لك ال decompose برضه هنعمله بطريقة مختلفة. تمام هفصصه خالص على الاخر. بس هنا يا كريم، لما تشوف بقى expanded form تانية هنعملها الرايتنج كأننا بنقرا الرقم. تمام تمام هنعمل 96 ايوه and ام 123,000 thousands، والthousands هنخلي بالنا ان احنا نكتب فيها ايه، هنكتب THS ايوه THS. برافو عليك. تمام decompose هنا بقى يا كريم، شايف ال expanded form دي؟ اما تبقى يقول لك ماينتي decompose بقى انت في جونيور 5 بقى، ما يقول لك decompose ما تعملوش 96 plus 123,000. no مش هو ده اللي قصده عليه، قصده على حاجة انت درستها جوه المنهج، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي هنعمل ال expanded form ونجيب منها decomposing. يعني ايه؟ ال 90 دي equals 9 times 10 صح؟ يعني عايزك تفصص دول to the power of 10، يعني 9 times 10 و6 times ايه؟ 1 1، وال1 10 0 times point وال0 1 ال ايه؟ 0 point 1 times 0 point times 1 times 1. بص كده ثانية واحدة، أنا دلوقتي خدت ال9 تمام؟ وخدت ال6 هياخد ايه؟ تمام is the one bar هياخد ال1. هكتبها ازاي؟ 0.1 times 1 تايمز 1 تمام، يبقى هكتب ال1 دي الأول تايمز 0.1، وبعدين ال2 إيه 1 تايمز
time is 0.021. 0.1 yes plus time is plus 3. time is 0.001. برافو عليك. اهو ممكن نجيبها من فوق بقى، يبقى 9 9 تايمز 10 6 تايمز 1. ال 1 عشان هو الديجيت عندي 1، يبقى ال 1 تايمز 1 10 2 تايمز 100 3 تايمز 1000. تمام، يبقى هو ده الديكومبوز اللي مطلوب منك السنة دي. تمام. اوكي في برضه دي كومبوز تحت نمبر اه في 13. ديكومبوز تحت، ما انا هخليك تعمله، استنى بس. ايه حلا اه دي كومبوز نمبر 80.507 using expanded form. تمام. هي بقى دي 80 plus 0.507 1000. كده خلاص كده يا راجل، اما كمان قايل لك expanded form، ايوه في بلس اهي. ما يجي لك decompose يا كريم، ما يجي لك decompose اعملها بالطريقة اللي عملناها فوق علشان ما تنقصش حاجة. يعني انت ما تبقى في junior 5 واخد ال power of 10 وتعمل له decompose ال whole number لوحده وال decimal part لوحده، يعني هو يعني يعمل لك ايه؟ ده شغل junior 1؟ لا ما ينفعش. ماشي، وبعدين هو قال لك expanded form، expanded form يعني بتفصص الرقم خالص. ماشي، يبقى لما تمام تشوف دي كومبوز يا كريم، اول حاجه هعملها اللي هي الاكسباندد فورم، يعني هاخد الديجيت، كل ديجيت هكتب الفاليو بتاعته. ماشي، تمام ال8 الفاليو بتاعته ايه؟ ايه الفاليو بتاعت ايه تايمز 10؟ ايوه يبقى 80، او عايز تعملها على طول، ماشي نعملها 8 تايمز 10. جميل، 8 تايمز 10 ماشي، ايه 5 و0 مش هعمل له value. 5 تايمز 5 8 تايمز 1 0.1 ايوه بلس 7 تايمز 0.001. تمام، هو ده decompose يا كريم. ماشي، اوعى تعمل اللي انت عملته تاني. خلاص احنا وصلنا للترم، الكلام ده كنا بنعمله في وسط اليونتس كده، كنا بنشرح بيه، لكن بعد ما خدت الباور اوف 10 اللي هو في اليونت اللي قبل الاخير تقريبا او حاجة كده، اخدناه مرتين. بعد ما خدناه، لما يقول لك decompose و expanded form لازم تعمل دي. خلاص تمام اوكي، هنقرا بس دي ودي، وبعد كده نطلع بقى تشوز فوق لو في وقت يعني. أحمد بوت 9 بين of the سامعك. same بين of the same type if the price of one bin is 4.5 pounds how much money will Ahmad buy? أحمد بوت دفع. أحمد انا دلوقتي ما أحمد عنديش توتال صح، ما عنديش رقم كبير، ما عنديش حاجة متجمعة، عندي بس النمبر اوف بنز، وعندي each pen equals 4.5. divided تمام، divided divide، ليه divide؟ علشان الناين هنقسمهم على لا تايمز ايوه بيقول لك the ناين price of one pen، يعني واو دي كده each pen. تمام هنعمل اوكي التسعة في يس او تمام، واللي هيطلع لي هيبقى ايه؟ ماني يس ماني ال اي، مش هكتب ماني جنبها، هتبقى ال اي. اوكي A teacher wanted to distribute distribute 200 distribute distribute 280 prize to 7 classes equally. How many prize
بير اتش بلس ديفايدد. Yes, divided. عندنا ثلاث كلمات بيقولوا لي ان ده divide. Distribute يعني قسم. Distribute والنمبر تلاتة، و equally و pair each في الآخر في question. والنمبر Each. هيطلع لنا 40. تمام. اوكي صح. Divide 7. تمام. هيطلع 40 ايه بقى؟ 40 ايه؟ How many كلاس points؟ ايه؟ 40 كلاس برايز. برايز برايز. ايوه برايز يعني هديه. تمام. تمام. اوكي خليك فاكر بقى احنا وقفنا عند ايه. 13 عشان المره الجايه نكمل من بعدها. تمام تعالى بقى نتدلع شويه فوق كده بالتشوز. يلا بينا. The place value of 800. لا تنس. place value انهي تنس بقى، الاولى ولا الثانيه؟ ايوه تمام. The value of 7 0 and 0 6. اوكي The number of 7 in 0.23 is not zero. 0. The number of thousand. يعني أنا هنا أقدر أعمل is 0 thousands. The number of thousands يعني thousand، يعني هو جواه كام thousands؟ بص يا كريم. لا مش صح. بص يا كريم، number of thousands in كذا ماشي. هو اصلا الرقم عندي 2300 ماشي، انا ما عنديش فيه thousands اصلا. يعني من الاخر كده كريم عايزك تقرا الرقم ده ماشي with thousands. فهمتها. ايوه هي بي، لأن هو كاتب thousand، مش محتاج ايوه زيرو يبقى أي حاجة. 230,000. تمام، اوكي يحتاج تعرف تقولي الطريقتين اللي ممكن نعملها بيهم؟ ولا انت ممكن كنت نعمله هتعمل لونج ديفيجن؟ algorithm، ايه؟ نعمله algorithm أو area model أو time و او تايم. 12 طب ازاي 1 هتعمل تايمز؟ 12 times 102 والباقي اللي هيطلع لنا هو ده. يا سلام يا سلام، برافو. هنمشي بالعكس، هنعمل 102 times 12 والبرودكت هنحطه تحت ده عشان نعمل له سبتراكت، صح؟ تمام يا كريم تمام. طب شوف بقى انهي طريقة هتريحك اكتر وتعملها، انهي اسرع بالنسبة لك. ناخد منيو انا عن نفسي بشوف ان التايمز هو اسرع. النت. 1224 صح؟ ايه ده 24؟ يبقى كده 12 remainder 12. 24. ايه لا مش النيتف طلعت 1224. اه 1224. اه تمام. هنعمل له subtract. ايه 2 minus 4 ما ينفعش، يعني 73. 2 minus 4 8. Eight. Yes. هو الناس 8. Eight. Very good. تمام. Only تمام prime, زي only even prime number. ال
one no two two two. even Yes, even smallest the odd smallest prime number. number one تمام، هو ال one prime number. لا ال one prime number. لا 3 اه 3. طيب ما سمعتش 3 دي، انت بتقولها بالراحة كده ليه؟ مكسوف منها ليه؟ تمام يا كريم، هنقف لغاية هنا لأن الزوم هيفصل علينا أصلا لو كملنا. المرة الجاية أشوفك إن شاء الله، هبعت لك الهوم ورك. هناخد بقى الهوم ورك من الامتحانات المعاصرة بقى، يعني نشكل بقى شوية هنا وشوية هنا. ماشي؟ تمام أوكي كريم، يلا أشوفك المرة الجاية. باي.